إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم.
يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بطغيانهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. المصدر الثاني من مصادر التشريع سنة رسول الله المصطفى، موضحة لكثير من الأمور في الشرع وفي الحياة. والآن مع الطالبة يارا خليل تقرأ على مسامعنا هذا الحديث النبوي الشريف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجر المرابط لا ينقطع، حيث أن الله تعالى ينمي له عمله إلى يوم القيامة، أي أن ثوابه يجري له دائما ولا ينقطع بموته، بل يظل في ازدياد إلى يوم القيامة. فيكون أهل الشام عامة وفلسطين خاصة في رباط إلى يوم القيامة. فعن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق. قال ابن حوالة: خلني يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. صدق رسول الله. من أقصى الجنوب من غزة والنقب إلى أقصى الشمال لرأس الناقورة الغضب، مرا بنابلس جبل النار، مسلما على خليل الرحمن، مصليا في قدس الأطهار، نازلا بشاطئ حيفا عروس البحر. هذه يا سيدي هي تضاريس وطني إن كنت تجهلها، تضاريس فلسطين، ولا يتخللها أي اسم دخيل كإسرائيل أو عزرائيل على سبيل السخرية. هي فلسطين بكل ما تحتويه، كنعانية الاسم، عربية الجنسية، إسلامية الهوية، فلسطين اللاجئين والأسرى، فلسطين الشهداء والجرحى، فلسطين كل بطل وثائر، فلسطين كل مبدع وشاعر، فلسطين الرصاصة والحجر. وغير الوطن لا يستحق أن يذكر. وأما الآن مع الطالبة ياسمين زايد. فلسطينية أنا وعداد عمري بدأ مع ولادة الزمن، وصامدة هنا في أرض النرجس والزعتر، وعروبتي ها هنا تجعل التاريخ أخضر. شهدت تفاصيل حياتي منذ الأزل، فكان الصعب وكان الأصعب، وكانت العزة وكان الشرف في وطني وما زال رمزا. في صباح طربي فلسطيني كهذا خطر لي أن أتحدث وإياكن عن قصة بلدي، عن معاناتها التي لم تتوقف يوما، عن ظلم عالم حقير لا يعرف للرحمة معنى. بالفور بالفور ومن لم يسمع به يوما، بالفور ذلك السخيف رئيس الوزراء البريطاني الذي أعطى لبني صهيون وعدا، أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، أعطى فلسطين أم التي لا تمسه بصلة لأحقر الشعوب على الأرض، لمن عاشوا مشتتين لا أرض ولا دين، لبني صهيون. لكنه نسي أن على هذه الأرض من يصرخ ويقول: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض. في هذه الأرض عروس سمراء لبست تاجها الذهبي وتربعت على عرشها فوق تلة عالية، عروس لبست زينتها وتجملت بأعطر الآيات، لكن ابن صهيون
لم يتمم عليها فرحتها، فداسها شارون بقدمه النجسة أولا، لكن شعبي لم يصمت فكانت الانتفاضة. وهناك ما هو أعظم، هناك سوسة اليهودي التي تنخر تحت الأقصى باحثة عما يسمى هيكل سليمان. نخرت كل زاوية تحت المسجد الأقصى وجهة نبينا محمد ومعراجه إلى السماء ومصلى الأنبياء. عذراً أقصاي الحزين، عذراً قبة الصخرة، فأبراج خليفة أهم الآن. نعم، ناطحات السحاب هذه أهم من مسرى الرسول، أهم من أولى القبلتين. نعم أيها العرب، عرب؟ وأي عرب؟ ضاعت العروبة منذ سنين، منذ أن نسيت فلسطين. لكنني أنا الفلسطينية لا أنساك يا قدسي. وكما قال أمير الشعراء تميم البرغوثي: مررنا على دار الحبيب فردنا، عن الدار قانون الأعادي وسورها. فقلت لنفسي: ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها. وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها. فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. على عشقك يا وطني أكبر، ولأجل حبك عن الحياة أدبر. وإن كانت حريتك فقدان حريتي ووضع القيود على يدي فأبشر، فيداي وقلبي وأنا رهن لحبك وأكثر. كلمات الأسير الفلسطيني الذي قدم أغلى ما يملك وهو حريته ليستعيد أغلى ما في الوجود أرض فلسطين. هؤلاء الأسرى خلف قضبان المحتل الحقير، هؤلاء القنبلة الموقوتة التي آن لها أن تنفجر، وآن لنا أن نسمع أنينهم ونقول: الله أكبر، الله أكبر على ظلم محتل اغتصب وعذب وأسر طفلا وشيخا وامرأة للرجال تنجب. زغرتي يا أمي فلسطين، زغرتي، فقد جئتك بكحل عينيك الذي لن ينضب. انثر الورود فرحا، رش العطر في كل الأرجاء، فقد جاء موكب الشهداء يهلل يكبر. روى الأرض دما لتنبت وتزهر، ليفوح منها ريح الصبا مسكا وعنبر. هذه معاناة وطن الحزين، هذه هي الدراما التراجيدية التي تتكرر يوميا في وطني. وفي النهاية أود أن أقول كما قال الشاعر إبراهيم توقان: إن قلبي لبلادي لا لحزب أو زعيم، لم أبعه لشقيق أو صديق لي حميم. ليس مني لو أراه مرة غير سليم، ولساني كفؤادي نيط منه بالصميم. وغدي يشبه يومي وحديثي كقديمي، لم أهب غيظ كريم لا ولا كيد لئيم. غايتي خدمة قومي بشقائي ونعيمي. في الجسم السليم، ولكي نبدأ يومنا بنشاط وحيوية لابد من ممارسة بعض التمارين الرياضية. التمرين الثاني: 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. ذراعين سنة، نبدأ للأمام
واحد اثنين ثلاث أربعة للخلف، واحد اثنين ثلاث أربعة أمام، واحد اثنين ثلاث أربعة، آخر مرة ثلاث أربعة ذراعين أسفل خالص. أقسم لنا مسلماً مستوياً مربعة أطرافه دائرة بشكل مستطيل. ها الرسم مستحيل، لا مستحيل مطلقاً، فهكذا شكل نظام حكمنا العربي، وهكذا هو سلام إسرائيل، وكما قلتها وسأقولها دوماً، إما فلسطين وإما الثورة جيلاً بعد جيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك يا أرض السود.